أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. أحد أصدقائنا من ذوي الإرادة بسبب إصابته بالكانسر فقدت أحد ذراعيه بدر كامل من الكتف، ورغم بدر أحد ذراعيه صديقتنا الجميلة نموذج جميل وملهم لكل متحدي الإعاقة. تعرفنا إزاي هي بتقدر تعيش حياتها، تقدر ترتدي ملابسها بصراع واحد، بتعيش حياتها، تتخطى كل الإعاقات وتواجه كل الصعوبات. صديقتنا نموذج جميل وملهم لكل متحدي الإعاقة، قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى كل الصعب، بتعيش حياتها وتستمتع بيها رغم بترقها الزراعي. قوة إرادتها وعزيمتها بتقدر تكسر كل القواعد وتهزم كلمة مستحيل. صديقتنا نموذج جميل وملهم لكل متحدي الإعاقة، نتمنى ليها دايما النجاح والتوفيق، ونتمنى ليكم مشاهدة طيبة.